لبنان المقاومة ببيانها بالأمس كانت واضحة أنه يدها على الزناد. صحيح. المقاومون في أماكنهم، إذن أيضا من جهتها تستعد احتمالية أنه الوقف هذا، وقف إطلاق النار هذا، ينهار، خصوصا مع بعض المتغيرات الآن أو الأمور اللي بدأت نلمسها في المنطقة. ما يحصل في ريف حلب ليس شيء صدفة، أنه أربع فجرا، هلا نحكي بتفاصيله، لكن أربع فجرا يقف إطلاق النار في لبنان، أربع فجرا على محاور حلب تشتعل. بعد يقول ماذا الرابط؟ لا، الرابط له علاقة بشيء رفضته سوريا، وإسرائيل تهدد قبل أيام، يقول نتنياهو على أن ينتشر وجه الرئيس الأسد لا تلعب بالنار. شو يعني أنه لأنه حتى هيدي هون، لأنه البعض لا يعرف ليش، جزء أساسي من الحراك الإسرائيلي خلال الشهر الأخير له علاقة بالروس وله علاقة مع بعض الدول اللي لها علاقات بسوريا، هو أنه موضوع التسليح وموضوع الروسي له، سوريا قالت لا. فمن الطبيعي جدا أن نشهد هذا الضغط. بلبنان أيضا سنشهد ضغوط داخلية. طيب. سواء في عملية، لأنه امبارح أيضا حديث هوكستاين أيضا صحيح هو رتب هذه الأمور، لكن يبدو أنه لم يفهم حزب الله جيدا، وعاد لتكرار كلمة أنه يجب أن يكون هناك حكومة في خارج حزب الله، أنه هيدا شيء من هيدا مطلب أمريكا. هلا قد يكون له علاقة، قد يكون له علاقة كلام هوكستاين محاولة إعطاء طمأنينة يعني لبعض حلفائهم في لبنان، ومحاولة تحفيزهم على مواصلة خوض المواجهة. أنا هكذا أقرأه، يعني أنه مواجهة مع حزب الله من زاوية حزب الله، لأنه في أصوات كانت سبقت الحديث ولا زالت تتحدث يعني، ولكن سبقت هوكستاين وتحدث أنه يجب حزب الله أن يشوف بعد كل شيء، حزب الله يجب أن يسلم سلاحه لنبذ الدولة، يعني الاشتباك موسع. هذه السردية كتار حملوها ببداية هذه الحرب، واعتبروا أنه خلص نتيجة الحرب لن يكون هناك مقاومة أو لن يكون هناك حزب الله، وعلينا أن نبني المستقبل الداخلي على عدم وجود هذا. هلا حتى الأمريكيين بنوا هذه الحسابات، يعني في بعض اللبنانيين مش هلا اللبناني في الأمريكي بنى هذه الحسابات وأتى إلى لبنان ووضع ورقة استسلام بعد اغتيال السيد نصر الله، إنه خلص الأمور انتهت يعني، وسفيرتهم لعبت دور كبير في التجوال و وتحفيز هذه القوى بل وتوجيه بعضها، فكل هذا الأمر واضح جدا أنه ورقة يعني إلى علاقة بالأمريكيين والإسرائيليين. تحديدا الأمريكيين حاولوا لعبة في الداخل اللبناني وأخذوا على عاتقهم، تحدثوا عن تغيير سياسي في لبنان، حتى الأمور أكثر الذهاب إلى عقد سياسي جديد. وإلا لماذا يعني بخطابه الأخير الشيخ نعيم قاسم أمين عام الحزب يتحدث ذكر بالطائف، حط أربع نقاط، يعني هذه على فكرة هذه محرجة للطرف الآخر ليصطف اليوم في مواجهة ما يعتبره هو معركته ضد السلاح، هذه إحراج له. هذه النقاط الأربع تحديدا، موضوع الطائف، موضوع تسهيلات رئيس الجمهورية، وضمن مش تسهيلات يعني تقديم كل ما يلزم ولكن ضمن الأطر الدستورية، موضوع الأعمار والبناء، وموضوع الطائف تحديدا. يعني طبعا هو يقول حزب الله ما قبل اغتيال السيد وما قبل الحرب، هو حزب الله ما بعد اغتيال السيد وما بعد هذه الحرب، وبالتالي نحن مستمرون في النهج. والمسألة الأخرى يعني أيضا العلاقة بالصراع ككل، أنه كان يستخدم هوكستاين مصطلح حل الصراع، هو أيضا ردت عليه المقاومة ببيانها بالأمس أنه لا، البوصلة مستمرة، موضوع فلسطين وما شابه. إذن هذه المحددات تؤكد بأنه كل شيء، نحن أمام وقف أعمال حربية لا يستمر عام عامين ثلاثة عشرة. هذا تشبه الصيغة يعني، وإن كان ما حصل في تموز ليس كما حصل في هذه الحرب، لكن كصيغة نحن عدنا إلى قواعد يعني الاشتباك المعمول بها تقريبا. نحن يعني عدنا إلى قواعد اشتباك عام 2006. هلا شو بيتثبت معادلات لاحقا العلاقة بالتصرفات الإسرائيلية، هذه مسألة أخرى. وأصلا إذا في تصرفات إسرائيلية هي يعني هذه حجة للمقاومة جاهزة للرد والتصدي. أيوة، وفي هلا مثلا بدأت حملة ترويجية أنه الجيش اللبناني ذهب إلى الجنوب، وكأنه الجيش اللبناني هو يذهب إلى منطقة ليست لبنانية أو كانت محتلة أو كانت محتلة من فئة معينة هي حزب الله، هو ذهب إلى تحريرها. يعني تقديم هذا المشهد اللي بدأنا نشهده في الإعلام هو مشهد خطير، لكن هلا قادر الجيش يتحدث بالأمس يعني بالمجلس الوزاري وقال لأنه نحن لن نكون بصدام المقاومة، وأنه العلاقة بينه وبين المقاومة علاقة ممتازة وطوال السنوات ما حصل. بس بعض اللبنانيين بتعرف في حولهم، بالأمس عندما كان يذبح ويقتل جنود الجيش اللبناني من عرسال إلى الوزاني إلى الناقورة، ما في يعني عند الأسر ما في بس يعني أخذ الجيش شعار. يعني نصور لك شيء كنا نقوله بالسابق، قولوا أنتم ما بدكم الجيش، كانوا كان البعض نقول إنه الجيش اللبناني لا قدر لديه على مواجهة إسرائيل.
امبارح هوكستين بيقول ما جيش لبناني ما عنده قدره يعني على القيام بمهامه، ونحن بدنا نعطيه شيء لحتى يقدر يقوم بمهامه بجنوب النهر. طبعا هو عم بيحكي من جانب اللي له علاقه بمحاوله تفكيك بعض البنى يعني كما هم يرون. واذا اخبرتنا اسرائيل بمعلومه، يعني اسرائيل ستبقى تعمل في لبنان، هذا معنى كلام هوكستين. هذا بالمقابل شو بتقابل المقاومه؟ تكرم عينك اكيد لا. هيدا يعني اليوم عم بيحاولوا يفرضوا الامور بالطريقه التمريره. انا بعتقد لا، الامور رجعت لوقف اعمال حربيه، بننطر هو 60 يوم شوف كيف بيترتب الاوضاع، سنكتشف الكثير من الامور لاحقا على اي حال. بس في حاله احباط لدى كل من راهن على اسقاط حزب الله كما واضح عام 2006. وفكره اليوم اللي عاش تلك المرحله بيذكر انه باليوم بالايام الاولى نعم كان ذات الوضع، يعني بعد في شيء بعدنا يعني بعد نقول واحد في ضربة على الراس وبعده فاق منا شو في منا شوي شوي مش مسحه يعني الحكايه. فبالتالي الامور تتبين مع الايام انه لا بقول لك حتى اللي هلا عم بيقولوا الاسرائيلي على الحدود شيء